في اكتشاف هو الأغرب، قادت مدينة سورية ساحلية خبراء أجانب لاكتشاف أثري نادر وغير مسبوق. فما هي القصة؟ وما المفاجآت التي ظهرت لهم أثناء التنقيب؟ التقارير الإعلامية السورية أشارت إلى أن مجموعة من الخبراء الأجانب تمكنوا من العثور على كنز أثري نادر قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية شمال غرب سوريا. بدأت القصة عندما كان الخبراء الروس يقومون بعمليات تنقيب اعتيادية قبالة السواحل السورية، وبالتحديد في طرطوس، حيث عثروا خلال البحث على مفاجأة غير متوقعة، إذ وجد الخبراء ميناء أثريا قديما يعود إلى الحقبة الرومانية. ذلك الاكتشاف التاريخي الذي لا يقدر بثمن جعل الخبراء يقومون بعمليات تنقيب أكثر في تلك المنطقة على أمل العثور على كنوز واكتشافات عظيمة أخرى. وبالفعل تكللت محاولاتهم بالنجاح، حيث وجد الخبراء الأجانب أمرا غريبا سيمهد الطريق أمامهم لاكتشاف أثر الحياة التي عاشها الإنسان القديم في المناطق الساحلية في سوريا، حيث اكتشف الخبراء أثراً لمدينة كانت موجودة بمحاذاة الميناء الأثري الروماني الذي اكتشفوه، ليتبين للخبراء أن تلك المدينة كانت مكاناً عاشت فيه العديد من الحضارات القديمة قبل أن تغمر مياه البحر تلك الأماكن وتحولها إلى معالم أثرية. حيث توارت المدينة وراء مياه البحر منذ مئات السنين نتيجة التغيرات التي طرأت على منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط على مر العصور. وحول تلك المنطقة التي عثر فيها على الميناء الأثري التاريخي والمدينة التي اختفت تحت المياه، فيتوقع الخبراء الروس أن تلك المنطقة مليئة بالكنوز والاكتشافات النادرة. ذلك الأمر قد يفتح الباب على مصراعيه أمام العثور على اكتشافات أثرية نادرة لا مثيل لها قبالة السواحل السورية، سواء في مدينة طرطوس أو مدينة اللاذقية والبلدات الساحلية التابعة لهما. فهناك توقعات بأن المناطق الساحلية الممتدة من طرطوس حتى شمال اللاذقية مليئة بالكنوز النادرة والتي تعود إلى عصور قديمة جداً، حيث سبق وأسفرت عمليات البحث عن العثور على بقايا هياكل هيدروليكية ومنارة بحرية وأعمدة رخامية باهظة الثمن. ويتوقع الخبراء الأجانب أنه إذا استمرت عمليات التنقيب والبحث المستمرة من الممكن أن يتم العثور على حصون أثرية بحرية نادرة يعود تاريخها إلى القرن الميلادي الأول، بالقرب من المناطق التي تم فيها اكتشاف الميناء الروماني القديم وفقاً للتقارير الصحفية.